جنان يا أرض العلا طيبي وفوحي، يبنيك حبي جنة من ما أروحي. أهلا وسهلا متابعين الاسترلاب، اليوم حلقتنا حزينة وأليمة في نفس الوقت، نوجه فيها مواساتنا لشعبنا الشعب اللبناني من القلب إلى القلب. الجرح واحد والألم واحد، نيابة عني وعن جميع البحرينيين أوجه التعازي والمواساة لأهالينا أهالي لبنان. قلوبنا مع لبنان، ونتمنى لكم تتجاوزون هذه المحنة بشجاعة وإرادة وحكمة وقوة نفس ما نعرفكم. كلمة توجهها لأهالينا المنكوبين في لبنان. عند أهالي لبنان نقول لهم أول شيء الله يصبركم. يعني إحنا الصدمة لما صارتنا يعني شفناها، ها يعني شيء مروع. يعني وش أقول؟ أقول هي النساء، أقول هي الأطفال، أقول هي الرجال الكبار، أقول يعني يعني دمعتنا لو على قولتنا نشفت ما يمكن تنشف. ليش؟ لأنه يمكن تريد تطالع مثلا بالليل تشوف الأخبار إن مثلا ردت مثلا صارت أزمة ثانية اللي هم يشيلون الحين من تحت الأنقاض، هذه أفجع من اللي ماتوا. يعني شفت أنا رؤية لما يطلعون رجال كبير في السن، يعني شوي انت قلبك يتألم، ما بالك اذا النساء تبكي. وهذا طبعا شيء ما يرضي العالم باكمله. مستحيل. والواجب الحين على نقول على الدول اللي هي على قولتنا المقتدره انها تقوم باللازم اول باول. ونقول في الاخير عظم الله اجرهم، وان شاء الله يا رب الله يجبر بخاطرهم ان شاء الله. عمي حبيبي، وش كان شعورك اول ما سمعت الخبر؟ طبعا اول ما سمعنا الخبر انا ما صدقت. كشخصيا انا ما صدقت. اولا شيء مو قضيه، هي قضيه الانسانيه. خل كون ان هذول مثلا نقول احنا سني وهذا شيعي وهذا اباضي وهذا شذي، احنا كون الانسانيه لما اشوف انت بهاي الحدث حتى لو هو غريق يمكن تشوفه أجنبي في البحر، أنت واجب عليك تطب وشيله تنقذه، فما بالك بحبيبتنا لبنان. والله قلبنا يعني حزين على اللي صار في لبنان. والله يساعدهم ويعظم لهم الأجر إن شاء الله. الله يحفظهم جميعا إن شاء الله إن شاء الله. وإيش كان شعورك أول ما سمعت الخبر؟ شعوري ما يوصف، يعني حزين، يعني حزين بالشيء اللي صار يعني. وان شاء الله الله يساعدهم. الله يساعد ان شاء الله. الله يساعد. واحنا على ان اقل شيء وش نسوي الحمد. ندعو لهم. ندعو لهم ان شاء الله. ان شاء الله. تحس ايش صار في اهلنا وناسنا. اي نعم. الله يخفف عليهم ان شاء الله ويجبروا بخاطرهم ان شاء الله. ان شاء الله. زين عمي، وايش كان موقفك اول ما سمعت الخبر؟ اول ما جاك الخبر، اول ما سمعت الخبر طبعا طرشوا لنا في الواتساب وشفنا الانفجار، بس وايش صاير ما ندري. ومن السائل وايش الموضوع، وايش صاير خالي فلان علان، يعني ما في خبر. بعدين واحد قال في انفجار في بيروت، فاحنا يعني قاعد نفكر وايش سالفه، وايش صاير، يعني ليش انفجار، وايش صاير. ف لحد الان ما عرفنا وش الموضوع بالضبط. هذا الشيء في كل العالم توحد علينا في وقت الازمات، تتوحد الناس، وهذا الالم اصاب الجميع. يعني نفس ما قلت. انت وش تقول لهم اخر شيء احنا اهالي لبنان واهالي بيروت، اخر كلمه يسمعونها من عندنا؟ الله يجبر بمصابكم ان شاء الله، وخفف عليكم ان شاء الله، وعوضكم، والله يرحم الشهداء وشافي الجرحى ان شاء الله. شفنا ياكم الشارع والشعب البحريني شلون متألم على هذه المحنة من أهالينا وأحبانا في لبنان. ونبغى نشوفكم أنتم المتابعين، كتبوا تعليقاتكم لو كلمة مواساة لأهالينا في لبنان. وش تقدر توصل رسالة لأهالينا المنكوبين في لبنان؟ أنا أقول الله يرحم الشهداء، والله يطبب الجرحى، وقلوبنا وياهم لبنانيين، والله يعينهم يعني على هالمصاب اللي صادهم. شيء يألم القلب يعني اللي شفناه في التلفزيون واللي صار، شيء يعني ما يطمن.
فالكل البحرينيين متضامنين إياهم ويقولون لهم يعني قلبا وقالبا إحنا معاكم يعني، ولا يعني أقول قلوبنا على قلوبكم، والله شافي جرحاكم والله يرحم شهداءكم إن شاء الله. إن شاء الله. زين عمي، وش كان موقفك أول ما سمعت الخبر، أول ما جاك الخبر؟ والله أول ما شفنا الخبر يعني شفنا في التواصل الاجتماعي لأنه صاير انفجار، فتواصل سيدا ذهبنا إلى اللي هو التلفزيون شفنا الأخبار، يعني انفجعنا اليوم شفنا يعني الانفجار هالضخم هذا الهائل، انفجعنا فيعني ألمت قلوبنا على هذا الشيء اللي صار. شيء غرق يعني، يعني أول ما تشوف الموقف شيء دمع، يعني شيء صيح، تشوف جثث، تشوف ناس مسلمين غير مسلمين، في قلبك تنفجع تعور قلبك. لا كلش يعني احنا الكل يعني الحدث كان يعني أليم أليم، والكل قاعد تابع الحدث، يعني أكثر البحرينيين تواصلت إياهم كلهم قاعدين يتابعون الحدث اللي حصل إلى لبنان. الله يرحم الشهداء والله يشافي الجرحى إن شاء الله. انفجعت يعني في يعني أمر يعني على قولتهم يعور القلب. يعني تحس ان اهلك وناسك جماعتك وبصيتهم هذا الشيء تتاثر، يعني تحس يعني في شعور ما تقدر توصفه، في ناس تقدر تطلع له في هذا وفي ناس تضل داخل شعورها تكتمها. اخر كلمه تقولها لاهالي اللي... الله يصبرهم، الله يعطيهم ومن عليهم بالصحه والعافيه ان شاء الله. الله يصبرهم ان شاء الله ويرحم ان شاء الله موتاهم ويشافي جرحاهم ان شاء الله، وان شاء الله هم قدها وقدود ان شاء الله يبنون اللي راح ان شاء الله. زين عمي، وايش كان موقفك اول ما جاك الخبر، اول ما انفجرت؟ اكيد يعني توقعت نفسي انا في الموقع، لان الانفجار مو شيء سهل، يعني اخذ مساحه وانت تشوف القزاز والانفجار ماله الهيدروجيني هذا فجيع. اول ما شفنا صور الجثث والمتقطعين وده شيء حرب عين. حرب، انت قاعد في حرب يعني، الله ان شاء الله يكفيهم كل يعني الشرور ان شاء الله. هي الشيعي هي لا 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 هذه سالفه الشيعي والسني، هذه للناس المرضى، احنا ما عندنا، احنا عندنا انسانيه، انت كان ترزي او شيعي او سني او اي او مسيحي او اي ديانه كانت، انسان هذا دم، فان شاء الله الله يصبرهم ان شاء الله، وهم قدها وقدود اهل لبنان، والله يعطيهم الصحة والعافية، ويعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية بهذا اللقاء. مشكور عمي. عزيزي. زين آخر كلمة توصلها مواصلة أهالي اللي هنا. أنا أقول الله يجبر بخاطرهم إن شاء الله، ويرحم شهداهم اللي راحوا في هذه الانفجار، ويشافي إن شاء الله جرحى، ويصبر أهالي المنطقة اللي فقدوا منازلهم وبيته وبرا، إن شاء الله تزول هذه المحنة اللي هم فيها إن شاء الله. بالدعاء طبعا من عندنا، ما نقدر غير الدعاء نوجه لهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلنا أمل في أن يعيد شعب لبنان في هذه الأيام، ويلملم جراحه ويرتفع ويترفع على ما أصابه من كارثة التي نألمناها نحن في البحرين. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يساعدهم ويعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله، وكلنا أمل وخير. شعور كبير مثل أي شعور أي أخ، لأن كان الموضوع غامض في بداية الأمر، لكن رأينا بعد ذلك من خلال متابعة الأخبار الصحفية من الموقع أن هناك في تقصير من بعض المسؤولين، المفروض أن يحاسبوا هؤلاء المسؤولون على مثل هذه الكارثة. شيء مبكي يعني عم تشوف هالجثث وهالأطفال. طبعاً شيء كارثة، الكارثة في أي مكان في العالم يتعاطف معه، وخصوصاً في بالنسبة لإخواننا في لبنان. كلمة توجهها لأهالينا المنكومين في لبنان في بيروت. على قولتنا يعني القلب يعتصر ألم. صح. القلب يعتصر ألم عليهم. كلمة نقولها. توجه لهم بتيسير وال. والعافية والصحة اللي نطلب فيهم منهم. زين عمي، وايش كان شعورك أول ما سمعت الخبر، أول ما جت الفاجعة؟ خبر يعني محزن واجل لآخر درجة، ما تتصور أهلنا ما نقدر إحنا نفرق منهم. زين عمي، يعني الصور والمقاطع اللي شفناها تبكي العين، تبكي القلوب. يعني حتى لو إنسان مو مسلم يطالع كفاية أنه بني آدم اسمه بني صح آدم. جوابك
متطبقين يعني واجد واجد مشاكل يعني عبارة صارت عندهم مؤلمة صح. والله إن القلب لا يحزن، ولكن هذه جرائم الحروب وما شابه ذلك. لكل الطوائف ما في يعني كل الطوائف سني شيعي ما كل في واحد. ما في هذا الشيء اثبت ان اي شيء توحيدي توحيدي يعني ما في شيء واحد سني واحد شيعي قلب واحد قلب واحد. تتألم لما صار في على ما اعتقد في سنه التسعينات لما صارت بعض الزلازل في الحلقات نحن في اوروبا او في امريكا او في انت تتألم اليهم تقول شدي بيشيلون انسان باشلاء شيء مخيف يعني. انا بالنسبه لي الصدمه اقول الله يساعدهم والله يساعد اهلياتهم ان شاء فقط الله في النهايه ورحم الله والديكم، لان الشيء هذا نقدر نعبر به بس بلساننا باللسان بس لو تواصيهم الوقف وياهم بلسانك ما تقدر. اولا شيء مثل ما تقول مو كل واحد يقدر يتحمل يروح هاي الاماكن، ولا كل واحد يتحمل يشوف الصدمات هذه. نقول في النهايه الله يجبر بخاطرهم والله يجبر على اهاليهم والله يحمي الشعب اللبناني والشعوب الشاميه الشام والاردن وكل الشعوب بشكل عام. زين عمي وش كان شعورك اول ما جاك الخبر اول ما وصلك الخبر؟ والله يعني وش اقول لك شو مبكي؟ اي تألمت كثيرا ولكن الامر لله راجع في النهايه. يعني تاثرنا من الامس شفنا الفيديوهات يعني صراحة ما كنا نتمنى اللي صادهم يعني أنا كنت في هالمنطقة من قبل ساكن يعني فتأثرنا وايد نتمنى لهم يعني الفرج وإن شاء الله المصابين يتشافون بشكل يعني أسرع والشهداء الله يثيبهم إن شاء الله ويكونون في ميزان حسناتهم. زين عمي وش كان شعورك أول ما سمعت الخبر المؤلم هذا الفجيع؟ يعني أكيد شعور مؤلم يعني اخوان لنا نشوفهم يعني ما في بني ادم اقول لك هي سني هي شيعي هي نهايه انا إنسان. عندي تجربه في نفس المنطقه هذه نحبهم كلهم يعني كل طوائفهم كل دياناتهم يعني اقول لك انا كنت ساكن في نفس المنطقه هذه يعني شفاجي الله يفرج عنهم ان شاء الله في اسرع وقت. وفي الخاتمه ما اقدر الا اقول الله يرحم شهدائنا ويرحم الجرحى في لبنان وقلوبنا كلها وياكم، الشعب البحريني واخوانكم واهلكم كلها وياكم. سلام من قلبنا بيروت. وسلام من شعب البحرين لاغلى شعب بيروت.